امبارح كلمتكم على المنتخب الجزائري وخروجه الصادم جدا من كاس الامم الافريقيه، الصادم. نزعل على المنتخب الجزائري، نحب المنتخب الجزائري، نعشق لاعبي المنتخب الجزائري، ولا نتفهم ابدا فكره ان الجزائر تطلع بشكل مبكر بالشكل ده من كاس الامم الافريقيه في مجموعه قد تبدو سهله نسبيا بالمقارنه بتاريخ وامكانيات المنتخب الجزائري. طيب معايا عبر الهاتف الان الكابتن عبد الرؤوف زرابي، نجم منتخب الجزائر السابق وصديق مقرب من كل لاعبي المنتخب الجزائري. يا فندم مشرف ومنور، سعيد بحضرتك، اهلا بيك. السلام عليكم، تحياتي لكل اخوان. اهلا بيك. تحياتي اخي العزيز. اهلا بيك يا فندم. ايه اللي حصل للمنتخب الجزائري في هذه البطوله؟ نحزن ونزعل على المنتخب الجزائري بكل هذه الامكانيات ومدرب المفروض مدرب رائع ولاعبين ممتازين، لماذا خرجت الجزائر بشكل مبكر من بطوله كاس الامم الافريقيه؟ اخي عصام، نقول قدر الله ما شاء فعل. المنتخب الجزائري والجمهور الجزائري كنا ننتظر بان فريقنا هذا في كاس افريقيا يذهب بعيد كل بعد، لكن قدر ما شاء فعل. كان يوجد في المباراه امور خارجه على النطاق، لان سبحان الله في ثلث مباراه ما شفت ولو مره الفار رجع باش يشوف الغلطات، او يوجد ضربه جزاء ضد بوركينا فاسو، يوجد ضربه جزاء ضد انغولا. وهذه هي كره القدم، عندما يكون غلطات تحكيميه هذه هي. خرجنا من الدور الاول، وما يخفاش عليك بان كل المنتخبات الافريقيه في تطور كبير، وهذه هي كره القدم. لا يا فندم، انا بدايه عايز اسالك، هل تحمل التحكيم خروج المنتخب الجزائري من كاس الامم؟ ما نحملش التحكيم 100%، لكن التحكيم كان عنده دور كبير في خروج المنتخب الجزائري. طيب، المنتخب الجزائري تعرض لكثير من الانتقادات اثناء البطوله من الصحافه الجزائريه ومن الجماهير الجزائريه، وتحديدا رياض محرز. هل انت كنت مع هذه الانتقادات، ولا كنت رافض هذه الانتقادات لنجم المنتخب الجزائري رياض محرز؟ انا اخي كنت رافض هذه الانتقادات، لان رياض محرز لاعب كبير، استطيع ان انتقده كلاعب في المباراه في كاس افريقيا ما قدمش الكثير، هذا استطيع الانتقاد، لان كره القدم كل مقابلات شفناها. لكن احتراما لهذا اللاعب الكبير وما يقدم منذ قدومه للمنتخب، هذا يستاهل بان الناس تكون عندهم ريسبكت لهذا اللاعبين الكبار، كما شفنا، لان كل الفرق عندهم لاعبين كبار. الجزائر عندنا احنا رياض محرز، ام مصر عندهم محمد صلاح، هذو لاعبين كبار، ولازم يكون الانسان حتى يكون انتقاد لازم يكون انتقاد ايجابي. جمال بالماضي كمان من الاسماء اللي كان من المفروض متوسمه فيها خير الجماهير الجزائريه انه يصنع تاريخ عظيم مع المنتخب الجزائري، مثلما فعل كلاعب انه يفعل ايضا كمدرب، ولكن نتائج مخيبه للامال بالنسبه للجماهير الجزائريه. هل انت مع رحيل، او كنت مع رحيل جمال بالماضي، ام يستكمل مشواره رغم الخروج المبكر من كاس الامم؟ جمال بالماضي قبل ما اتكلم عليه هو صديق، ولعبنا في المنتخب الجزائري، لكن كرة القدم منذ قدوم جمال بالماضي الحمد لله فزنا في 2019 بكأس افريقيا في مصر اللي ما كانتش سهلة. صحيح. بعدين كانوا نكسات، ما مريناش الكأس العالم ضد الكاميرون، وهذه المرة كان الخروج من الدور الأول. هذه هي كرة القدم أخي، هو مد كل شيء للفريق الوطني، عندما يكون النكسات اظن حيكون تغيير ربما. عبد الرؤوف زرابي، نجم منتخب الجزائر السابق، واحد الاصدقاء المقربين جدا من جمال بالماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.